السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. متابعة الأحداث ومعرفة ما يجري في الساحة لا شك من خاصة الساحة الإسلامية والعربية من أمور المسلمين، ينبغي للإنسان أن يفهم ويتابع ما يحصل حتى لا يقع في خطأ أو لا يقع في ظلم أحد، أو حتى يكون على بينة مما يحاك ضده، وأن يعرف الناس على حقيقتهم، وأن يعرف الصديق من العدو، وهكذا الأمور تجري. فلا ينبغي للإنسان أن يسكر أذنيه ويغلق عينيه ويقول ما لي دخل، فينبغي للمسلم أن يهتم بأمر المسلمين. ومما يدور في الساحة الآن موضوع الإعلامي جورج قرداحي. جورج قرداحي معروف في كل الدول العربية ووجه مألوف لدى العرب الذين تابعوا على مدار سنوات النسخة العربية من برنامج المسابقات من سيربح المليون، التي كانت تذاع على قناة NBC الممولة سعوديا. علامة استفهام وتعجب وبين قوسين الممولة سعوديا، وبعدها البرنامج الاجتماعي المسامح كريم. جورج هذا الذي يصدق فيه المقولة سمن كلبك يأكلك، ما رفعه وللأسف إلا المال السعودي والإعلام السعودي وهو قناة NBC، بل أكرمته قبل شهر فقط وما أصبح مشهورا إلا بالمال السعودي. بالمناسبة أن هناك كثير من مثل هؤلاء تيهم الدعم المالي والشهرة من خلال المال السعودي، وهم يطعنون في السعودية حكومة وشعبا. فيجب إذا أردنا أن نلوم، أن نلوم أول شيء NBC قبل أن نلوم القرداحي على تصريحاته اللي ظهرت في من كم يوم وراح نبينها لكم. نعم NBC اللي تلمع لنا مثل هذه الأشكال. سئل القرداحي هذا إذا كان يعتقد أن ما تفعله السعودية والإمارات هو اعتداء على اليمن، قال إن هناك اعتداء بالتأكيد، وإن الحرب في اليمن حرب عبثية يجب أن تتوقف. أقول هذا الرجل إما أنه جاهل أو أنه جاهل مركب، يختار أحدهما لما يحصل في اليمن. لكن أنا أقول حقيقة لا هذا ولا ذاك، حتى الطفل يعرف أن الذي يحصل في اليمن هو إيران أولا وآخرا، هي الفتنة الكبرى في المنطقة. وحرب اليمن اللي يقوم به شرذمة أو حثالة من الحوثيين يقودها إيران ويدعمها بتصريح من إيران نفسها، فقد أقرت إيران بمشاركتها في حرب اليمن من خلال تقديم الدعم العسكري لحلفائها الحوثي. وكشف مساعد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال رستم قاسمي بشكل صريح أن كل ما يمتلكه الحوثيون من أسلحة ناتجة من مساعدات قدمتها طهران لحلفائها في اليمن، وخصوصا في تكنولوجيا صناعة السلاح، لافتا إلى أن عملية التصنيع تجري في اليمن، ولا سيما الطائرات المسيرة اللي تقصف السعودية طبعا، ولا سيما الطائرات المسيرة بدون طيار والصواريخ البالستية. وفيما أشار إلى إرسال سلاح إلى جماعة الحوثيين في مطلع سنوات الحرب، أكد المسؤول الإيراني القاسمي هذا في تصريحات إعلامية أنه لا حاجة الآن لإرسال السلاح، في إشارة إلى امتلاك الحوثيين ترسانتهم الخاصة. نعم، حرب يمن حرب إيران في المنطقة ضد دول الخليج وأخص منهم السعودية. إيران لها أطماع في المنطقة وخاصة السعودية. إيران وجدت في اليمن ميدانا آخر لمواجهة السعودية في معركة متعددة الأهداف عن طريق الحوثيين الذين تدعمهم بمختلف أنواع الطائرات والصواريخ والأسلحة الذكية، بل والخبراء العسكريين فضلا عن الدعم السياسي واللوجستي والإعلامي. ثقوا تماما لو تمكن الحوثيون من تثبيت سلطتهم شمال اليمن فإن الإيرانيين يكونون بذلك قد وضعوا أقدامهم على امتداد شرق وجنوب شرق البحر الأحمر بالنسبة إلى اليمن، ومن ثم السيطرة على نقطة الاختناق الاستراتيجية الثانية في المنطقة بعد مضيق هرمز، ممثلة بمضيق باب المندب، للتحكم بحركة التجارة الدولية والنفط، وذلك ما يعني أيضا التأثير في قناة السويس
ثم لابد أن تعرف أن هناك قوى دولية تدعم الحوثيين أيضا ضمن تحالفها مع إيران وفقا لأجندات خاصة بها مثل الصين وروسيا. فهاتان الدولتان مكملين للموقف الإيراني، لأن الأسلحة التي تتسرب إلى الحوثيين لا يمكن أن تكون بهذه الغزارة ما لم تكن وراء هذه القوى قوى دولية أخرى. ولولا هذا الدعم والتسهيل ما ظهر الحوثيين خلال العامين الماضيين بهذه القوة، شئنا ذلك أم أبينا. الحوثيين لهم قوة الآن، بل وتعاظمت قوتهم أكثر باستهدافهم معامل النفط في خريص وبقيق في منتصف عام 2020. إذن يجب أن نعلم أن كل مشاكل المنطقة هي بسبب إيران، الدولة الفارسية المجوسية، وانتصار إيران في هذه الحرب يعني دمار المنطقة. هذا واقع حقيقي. نعود إلى هذا القرداحي. طبعا حتى الجانب الرسمي اللبناني تبرأ من تصريحاته، فقد أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانا تقول فيه إن الكلام الشخصي الذي صدر عن وزير الإعلام جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية. ولبيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب، وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي بيانا يقول فيه إن كلام قرداحي الذي صدر قبل انضمامه للحكومة كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، خاصة فيما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب وتحديدا الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي. القرداحي هذا التصريح قاله في شهر 8 في برنامج. هذا الشخص أصبح بعد شهر من تصريحه وزيرا للثقافة والإعلام في لبنان. صفة أين؟ من اختار أن يكون وزيرا للثقافة والإعلام؟ ومن أختاره؟ أليست الحكومة هي نفسها؟ ألا يعلم الحكومة موقف هذا الرجل من مثل هذه الأحداث؟ الآن جاءت تبرر نفسها وتدافع عن نفسها وأن هذا يعبر عن توجه شخصي. أنت إما أن جاهل وإما تتجاهل، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن كنت لا تدري أن هذا هو قرداحي حقا وحقيقة فتلك مصيبة، وإذا كنت تدري وقد عينته فالمصيبة أعظم. هذا الرجل قرداحي يحمل في داخل كره وحقد، ظهر هذا الكره على لسانه وتصريحاته. لكنني أقول كم من مثل هؤلاء يعيشون بيننا ويسعون إلى خراب بلادنا، وخاصة الذين لهم محافل ومنصات يدلون من خلالها بدلوهم لإفساد عقول المجتمعات. هذا الشخص خلق لنفسه مكانة في مجتمعاتنا بأموالنا وبمجتمعنا من خلال برامج، بغض النظر على أنه وزير أم لا. فعندما يأتي ويقول أن الحرب في اليمن عبثية وأن هناك عدوان على اليمن من قبل التحالف وأن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم، ماذا يحصل لأفهام الناس المتأثرين بهذا الشخص؟ لكنني أرجع وأقول ليس العتب عليه، بل العتب على السعودية التي تقوم بصناعة شخصيات مثل قرداحي من خلال NBC المملوكة للسعودية، والتي شهد قرداحي سنوات نجاحه على شاشاتها. NBC هو من جعل منه هذا التأثير لدى الناس. نعم هذه هي الحقيقة. طبعا طالبوه باستقالة وخرج يبرر ما قاله، لكن بدل أن يعتذر أصر على موقفه لكن بصورة ملتوية. وممن طالب قرداحي بالاستقالة اللبنانيين أنفسهم طالبوه بالاستقالة. لكن أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن. هذه الأنماط موجودة بكثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، ليس القرداحي وحده، وفي وسائل إعلام سعودية أيضا، ويلمع ثم بالأخير يطعن في خاصرة من مد يد العون له بخنجر مسموم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العبادة والبلاد من شرور هؤلاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.